مساء الخير على حضراتكم، مساء الصابرين على ابتلاءات الحياة، مساء المتمسكين بإنسانية ترفض العنف والدمار وقتل النفس بلا ذنب ولا ولاية تحت أي مبرر، مساء الوعي اللي ملناش غيره في زمن ساد فيه التضليل والتغييب تحت مسميات كتيرة. ونبدأ طيبين من حلقة امبارح اللي كان ضيفنا فيها العميد خالد عكاشة الخبير الأمني وعضو المجلس القومي لمكافحة التطرف، وخلونا نسترجع بعضا مما قيل فيها عن خريطة الإرهاب في مصر والعالم من حوالينا. أنا هنا الحقيقة لازم أقف مع حضرتك ثانية. إذا كنا بنتكلم على خريطة إرهاب عالمي وتقارير دولية بتتحدث عن تجمع أممي بنفس العنوان كده، كانت حتى المخابرات الروسية نشرت هذا التقرير، تجمع أممي لتكفيريين في أفغانستان مرة أخرى لتعود أفغانستان لصدارة موقف الإرهاب، لكن دي الخريطة الإقليمية في المنطقة. لكن النهاردة أنا عندي الصعيد مرة تانية بتعود للصدارة فيما يتعلق بوجود تكفيريين، وده يمكن كان حضرتك يمكن كنت الطرف من أطراف مقاومة هذا الإرهاب في التسعينيات. الصعيد مرة تانية بترجع لصدارة خريطة الإرهاب في جمهورية مصر العربية بعد التسعينيات. يعني إذا كان نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة كانت سيناء بمناطق متعددة وشفناها في بعد 2011 بشكل قوي وحاضر، بعد شوية في نهاية 2014 بدأت تظهر الغرب، من الغرب الجمهورية مصر العربية تجاه ليبيا. النهاردة دي تالت حادثة أو رابع حادثة، خط الصعيد، أسيوط، بني سويف، الواحات، الفيوم. هل خريطة الإرهاب في مصر؟ هي مربوطة بالحلقة الثانية اللي حضرتك أشرتي إليها وهي المنطقة الغربية. إحنا النهاردة قدام الصعيد بيتحد، ربما يختلف عن الموجة الأولانية موجة التسعينات، إن موجة التسعينات كانت الصعيد في مدنه الرئيسية في أسيوط، مدينة أسيوط، مدينة المنيا، ملاوي، القصية، المدن جوه الوادي شريط. طبعا الناس كلها سادة المشاهدين يعلموا إن الصعيد هو منطقة طولية، المدن ورا بعضها البعض، الجبل كلها ظهير جبلي وكلها ظهير جبلي وصحراوي. هنا النهاردة احنا قدام زي ما تقولي حضرتك اندماج ما بين استهداف الصعيد مرة أخرى وشمال الصعيد على وجه التحديد لقربه وارتباطه بالصحراء الغربية. لو أفكر السادة المشاهدين وفكر أنفسنا بحادث الإخوة الأقباط اللي في دير المنيا، المجموعة اللي دخلت علشان تستهدفهم والقوات المسلحة المصرية خرجت بعد ذلك مباشرة بعملية جوية لقصف معسكرات التدريب اللي خرج في ليبيا. لأن الحقيقة لو على الخريطة اللي حضرتك بترسميها، للأسف الشديد النهاردة الأوضاع في ليبيا فيها درجة عالية جدا من السيولة وعدم الاستقرار الأمني، وفي فرع قوي جدا لداعش ولكثير من التنظيمات الأخرى اللي موجودة هناك، بتدخل تستغل المناطق والدروب الصحراوية من الغرب، تصل إلى الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد. وده اللي يفسر النهاردة اللي احنا فيه في منطقة الواحات، ويفسر الفيوم، ويفسر المنيا. هم الثلاث محافظات يكادوا يكونوا الأقرب مسافة إلى الشريط الحدودي الغربي اللي هو ملتصق بليبيا. أيوة، خريطة الإرهاب بتتغير في العالم لتمويل مخابراتي عالمي ودعم إقليمي لتحقيق مصالح قوى دولية وإقليمية. والمصالح مش بس بتخص بني صهيون أو بني إخوان اللي عمر الزمن ما كان عقبة قدامهم، الإخوان والصهاينة بيتعايشوا مع الزمن بدأب ومصرين على تحقيق أهدافهم. لكن المصالح أيضا ذات أبعاد اقتصادية، على سبيل المثال زي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 18 إبريل 2015، وقتها
قال هذا التحقيق أن على خلفية انزلاق الشرق الأوسط لحروب بالوكالة ومواجهات طائفية ومحاربة إرهاب، بدأت دول عديدة في المنطقة في الشرق الأوسط كانت قد كدست في مخازنها أسلحة أمريكية في استخدامها وطلب غيرها. ده سنة 2015. نيويورك تايمز قالت يومها كمان أنه نتيجة للطلب ده بيتوقع أن ينشط مقاولو صناعة السلاح العسكرية الأمريكية اللي بيسعوا لإبرام صفقات في المنطقة وبينتظروا تلقي طلبات العرب المحاربين لداعش لشراء آلاف الصواريخ من الصناعة الأمريكية وقنابل وأسلحة تانية بغرض تجديد احتياطي السلاح اللي بدأ يستهلك في العمليات القائمة في المنطقة. التقرير وقتها ما وقفش بس عند استخدام السلاح وسمسرة صناعته، لكن اتكلم كمان عن ان تقديرات وكالات الاستخبارات الامريكية ان الحروب في منطقة الشرق الاوسط هتستمر لكام سنة جايين، هتبيع فيها امريكا السلاح للمنطقة بمليارات بدعوى محاربة الارهاب، لكن مع الحفاظ للتفوق الاسرائيلي. إذن الموضوع مش بس عقيدة فاسدة للمتطرفين باسم الدين ولا مصالح أجهزة مخابرات، لكن كمان في صناعة أساسية في دعم الاقتصاد الأمريكي والغربي، هي شبكة مصالح الكل فيها متصل وبيخدم بعضه. وبما أننا بنتكلم عن خريطة إرهاب جديدة، خلينا نقول أننا محتاجين نفهم شكل هذا الإرهاب في محيطنا الإفريقي شمال إفريقيا، لأن تركيز العالم منصب على الإرهاب في الشرق شرق مصر، يعني سوريا، العراق، أفغانستان، اليمن. لكن خلينا نقف عند تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية نشر في شهر يوليو اللي فات، وأشار التقرير يومها إلى تقرير مخابراتي أمريكي في مارس 2017 اتكلم عن إعلان تحالف بين 4 جماعات إرهابية في المنطقة اللي هي شمال أفريقيا. ال4 جماعات دول هم المرابطين بقيادة مختار بالمختار الجزائري، وحركة ماسينان، وجماعة كتايب الصحراء بقيادة جمال عكاشة، ودي الجماعات الإرهابية اللي بتنشط في منطقة الصحراء شمال مالي. وتم الإعلان عن تأسيس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تحت لواء أمير واحد أو رجل الطوارق المعروف باسم إياد غالي، وده المطلوب الأول من طرف القوات الفرنسية. التقرير يومها كمان أشار لوجود جماعات متشددة جديدة زي أنصار الدين والجهاد والتوحيد في مالي، وبرزت جماعتين عقب المواجهات اللي شهدت شمال مالي بين القوات الحكومية وقوات الطوارئ المتمردة. وذكر صعود جماعة بوكو حرام في نفس التقرير سنة 2009 في نيجيريا، اللي واجهته القوات النيجيرية وأعدمت زعيمه محمد يوسف في مركز الشرطة من غير محاكمة. ورغم كده الجماعة ما زالت قائمة حتى النهاردة، بل وصمدت وتحكم فعليا جزء من شمال نيجيريا. تقرير المخابرات الأمريكية أشار أيضا إلى أن غرب أفريقيا، المغرب، الجزائر، موريتانيا، أصبح بيضم عدد من الجماعات الإرهابية اللي أعلنت أنها بتسير على نفس نهج تنظيم القاعدة اللي اتنقل مركز ثقله لجنوب الصحراء تمهيدا لهجومه على الشمال الأفريقي. تقرير أيضا أشار إلى ليبيا التي أصبحت مستقرة لتنظيم الجماعة الليبية المقاتلة الموصوفة بأنها الجناح العسكري للإخوان المسلمين، وفيها ميليشيات بتتبع تنظيمات مستقرها دول تانية زي تنظيم داعش أو القاعدة، ما هماش موجودين في ليبيا أساسا، موجودين في سوريا والعراق وأفغانستان، لكن بقى لهم أساس في ليبيا. وكمان بتدعم تنظيمات تانية زي أنصار بيت المقدس في سيناء والشباب الصومالي وأنصار الشريعة في تونس وفي ليبيا وبوكو حرام في نيجيريا. أشار التقرير يومها كمان إلى أن تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق مهد لتحويل ليبيا لملاذ للإرهابيين اللي جايين من سوريا والعراق من خلال تركيا. هنقف هنا ونبص على واحد من أهم تنظيمات الإرهاب في شمال أفريقيا حاليا، واللي استقر زعيمه رغم إعلان قتله أكثر من مرة من قبل الغرب في درنة الليبية. التنظيم ده تنظيم ايه؟ التنظيم ده اسمه تنظيم المرابطون. دي ايه؟ دي جماعة مسلحة تتبنى الفكر السلفي الجهادي التكفيري، اتكونت في 2013 يعني من 4 سنين بعد اندماج فصيلين من أنشط الفصائل الإسلامية المسلحة في شمال مالي والصحراء الكبرى، لما قرر جماعة الملثمون
المختار بالمختار أو المكنى بالأعور أو المسمى بخالد أبو العباس، زعيم حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وأحمد ولد العامر المسمى بأحمد التلمسي. قرروا الاثنين تطوير تحالفهم اللي استمر أكتر من سنة ونص، ودمج تنظيمهم في تنظيم واحد سموه المرابطون، واتفقوا على أن محدش فيهم هيتولى القيادة في المرحلة الأولى، وسلموها لتكفيري مصري كنيته أبو بكر المهاجر، بينما اسمه الحقيقي محمد مرجان سالم اللي أعلنت فرنسا قتله قرب حدود النيجر في اشتباكات مع قواتها في إبريل 2014. فكر المرابطون قائم على فكر القاعدة اللي أساسه هدم أنظمة الحكم في البلاد العربية تمهيدا لإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية. قبل ما نكمل تعالوا نشوف تقرير أعدته قناة 24 الفرنسية عن مختار بالمختار زعيم المرابطون الجزائري. اتفرج على الأعور. على يسار شاشتي الجزائري مختار بالمختار في 15 من عمره، قبل أن يصبح بعد سنوات أمير كتيبة الملثمين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومؤسس كتيبة الموقعون بالدماء. تم تداول خبر مقتله في عديد المناسبات، آخرها 28 من نوفمبر خلال غارة فرنسية في ليبيا بتعاون أمريكي. المعلومات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال وأكدها مسؤول أمريكي. منذ سنة تقريبا في 14 من يونيو 2015 قالت حكومة طبرق أن بالمختار قتل في غارة جوية أمريكية. الجيش الأمريكي أكد وقوع هذه الغارة لكنه لم يؤكد وفاة بالمختار. ولد الأعور كما يكنى في غرداي عام 72، التحق بالمعسكرات الجهادية الأفغانية قبل العودة إلى الجزائر أواخر 92، وشارك في الحرب الأهلية هناك. ساهم في تشكيل الجماعة السلفية من أجل الدعوة والقتال، والتي أصبحت فيما بعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. أسس جماعة المرابطون في 2013 إثر اندماج كتيبة الموقعون بالدماء مع حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وهي إحدى التنظيمات الجهادية في شمال مالي التي استهدفتها العملية الفرنسية سيرفال. لعل حادثة منشأة الغاز في عين ميناس عام 2013 والتي استغرقت 4 أيام تعتبر واحدة من أبرز العمليات التي خطط لها. كما هاجم المرابطون في نوفمبر الماضي فندق راديسون بلو في العاصمة المالية باماكو، وبعدها فندقا في عاصمة بوركينا فاسو وغادوغو في 15 من يناير، قبل تبني الهجوم على شاطئ غرومباسان في الكوديفوار في 13 من مارس آذار الماضي. التقرير ده مارس الماضي يعني 2017، فالحقيقة تبقاش عارف هو اتقتل ولا ما اتقتلش. مختار بالمختار. حلو نفهم خريطة الإرهاب في شمال أفريقيا باسم الإسلام، وخصوصا لما يكون واحد زي تنظيم المرابطين ده له فرع في مصر من 2015. إزاي؟ أقولك. في 2015 أعلن تكفيريين عن تأسيس جماعة المرابطون في مصر بدعم من القاعدة، وأعلنت عن ظهورها من خلال شريط مصور كان بعنوان ويومئذ يفرح المؤمنون، تعرفش أنهي مؤمنون. نشرته الجماعة دي على الإنترنت يوم 21 يوليو 2015. الشريط بدأ بكلمة للزواهري زعيم القاعدة، وبعديها كلمة مؤسس تنظيم المرابطون في مصر اسمه أبو عمر المهاجر، ودي كنيته، بينما اسمه الحقيقي هو هشام علي عشماوي اللي اتكلم عن الجهاد واستعمل طبعا كلمة السر لأي جماعة إرهابية، ألا وهي تحرير المسجد الأقصى اللي عمرهم ما حرروه ولا هيحرروه. تعرف ان هشام عشماوي، واتمنى من زمايلي ان صورته تفضل كتير على الشاشة علشان اللي يقدر يوصله، علشان اللي يقدر يدلي بيه، علشان اللي يقدر يقول اي معلومات عنه يبقى بيخدم البلد دي. تعرف ان هشام عشماوي متهم مطلوب في اكتر من قضية ارهابية في مصر، محكوم عليه بالاعدام غيابيا في قضية خلية انصار بيت المقدس، وكمان في كمين الفرافرة اللي كان سنة 2014، كمان مطلوب في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم واغتيال النائب العام السابق هشام بركات. هشام عشماوي للأسف ضابط صاعقة تم فصله من القوات المسلحة المصرية لاعتناقه أفكار متطرفة، وانتهى به المآل إلى أنه يكون زعيم تكفيري منضوي تحت تنظيم أنصار بيت المقدس، وانفصل عنهم بعد إعلانهم التبعية للبغدادي لأنه بيفضل فكر القاعدة الجهادي، لأنه كمان قابل أيمن الظواهري في أفغانستان.
كل التقارير الإخبارية اللي حللت الأخبار دي اتكلمت عن إزاي لعبت علاقات العشماوي الشخصية بالظواهري دور أساسي في انحيازه لتنظيم القاعدة، وفي مقدمتها اسم التنظيم المرابطين أو المرابطون المتصلة بتنظيم مختار بالمختار في شمال أفريقيا، واللي بتاخد أو موجودة حاليا في ديرنا في جنوب ليبيا مركز لنشاطها. صلات العشماوي بمختار بالمختار والقاعدة وأمير المرابطون السابق أبو بكر المهاجر اللي فرنسا بتقول إنها قتلته في النيجر في إبريل 2014 ساهمت في تحديد ولاء هشام العشماوي للظواهري، وبعده الحقيقة كان قراره إنه هو يسيب ولاية سيناء ويروح لتكوين المرابطون اللي أعلنت ولائها للقاعدة. امبارح اتجدد الكلام عن هشام العشماوي زعيم المرابطين المطلوب أمنيا في مصر بوجود صلة قوية لي بحادث الواحات الإرهابي اللي كانت فيه قوة أمنية من الشرطة في اتجاهها للقبض على خلية مسلحة ففجأت بذخيرة ثقيلة وار بي جي وهاون، وكان المدد من القوات المسلحة لتمشيط المنطقة والتعامل مع جبل الواحات والمنطقة الصحراوية هناك اللي على بعد 135 كيلومتر من القاهرة. خريطة متشابكة أيوة معقدة بتمويل غريب فيها تجارة سلاح ومخدرات وتجارة زور باسم الدين وتجارة بشر وأجهزة ومخابرات وتمويل دول في المنطقة. ولهذا طيبين إن لم تملك الدعم المادي لقواتك ما تحاربهمش بإشاعة تنشرها وانت ما تعرفش مصدرها، ما تحبطهمش بمعلومات تتكلم فيها وانت قاعد مرتاح في بيتك أو على قهوتك. لو ما تملكش دعمهم بقوتك ودراعك ادعمهم بدعاك، لو لقيته كتير عليك ادعمهم بصمتك وسكوتك، لو ما فهمتش هو ايه اللي حاصل. عايزة افكر حضراتكم بحاجة صغيرة، ما حدث في فرنسا في اكتر الدول يعني في قلب اوروبا المحصنة ضد الارهاب، ما حدث في بروكسل في 2016، ما حدث في لندن، ما حدث في امريكا نفسها لسه الشهر اللي فات واحد أطلق النار موت 54 وأصاب أكتر من 200. أنتوا بتتكلموا على إرهاب بيضرب العالم كله، فأرجوكم ما تعملوش محللين على بلادكم وسيبوا أهلها ياخدوا أو الجدعان اللي فيها ياخدوا في وشهم وفي صدرهم اللي كان مخطط إن إحنا ناخده في صدرنا. الله يرحمهم ويصبر أهليهم وينصرنا لأننا في حرب وجود. واسمحولي نكمل بعد الفاصل. ورجعنا ونكمل كلامنا عن اللي حاصل ونقول ونفكر بعضنا. اللي حاصل في مصر ان في جدعان بياخدوا حرب وجود في صمت، ما نعرفش عنهم اي حاجه غير اساميهم وصورهم بعد الاستشهاد واداء الواجب. اياك تكون سلاح في ايد عدوك يحارب به بلادك بهدم عزيمه او نشر ياس ومعلومات مغلوطه، وتفرج رغم انك مش عاجبك على مشاهد بلاد حواليك ما بقتش بلاد لكن بقت حطام دول في انتظار تحويلها لدويلات مفصوله عن فكر الدوله الموحده. بلادك في حرب وجود اسندها. الحقيقه هقف معاكم لثواني وتقدروا ترجعوا له في فيلم الناصر صلاح الدين في بدايه الفيلم قبل معركه حطين، في حوار لطيف بيدور ما بين موسى عيسى العوام وما بين زمايله في خيمة الحرب لما الصليبيين حطوا سهريج المية فوق جبل حطين وبقى هم كمان في المركز الأعلى بينما صلاح الدين وجنوده في وادي حطين، فكلهم قاعدين بيدرسوا. صلاح الدين منعزل في خيمته مع القادة قاعد بيدرس إزاي هيتغلب على الصعوبة دي، والمساعدين أو الجنود أو الضباط أيا كان هم قاعدين في الخيمة مهمومين، هنعمل إيه؟ هنتصرف إزاي؟ هم في موقف أحسن مننا، لا إحنا أضعف.
فعيسى العوام بيقول لهم انا رايح اعوم في بحيرة طبرية، فبيقولوا له انت شكلك مطمن كده ليه، انت عارف حاجة؟ قال لهم اه عارف. قالوا له عارف ايه؟ قال لهم عارف ان صلاح الدين عارف. خلينا نشوف فيلم حرب وجود. ظهر هؤلاء الضالون أعداء الأديان والحضارة والإنسانية، أعداء الحياة، ومصر تدرك مقاصدهم وتعرف نواياهم. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة. ومهما تخفوا في عباءات الدين، ومهما خدعوا الناس برفع الرايات السوداء والصفراء، ومهما ادعوا واستشهدوا بآيات القرآن وأحاديث نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، الدعياء كاذبون، ضالون ومضللون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بعذب الحديث، يجتزئون الآيات من سياقها وصدق مبتغاها كي يضلوا الناس عن دينهم ويحرضوهم للخروج على قادتهم وهجر مجتمعاتهم. وتثبت الأيام ووقائع الأحداث وجه الإرهاب الغادر وجنوح أتباعه للتطرف وتكفير المجتمعات، وإباحتهم للقتل وسفك دم الأبرياء وتخريب المنشآت والمرافق وإشاعة الأكاذيب ونشر الشائعات وبث الخوف والرعب والفوضى. وكم حذرت مصر العالم من شرورهم وسوء مقاصدهم وخطورة أهدافهم، وكم نوهت إلى أن الإرهاب لا دين له ولا قيم، وأن أتباعه لا أخلاق لهم ولا وطن. إنهم أعداء الإنسانية جمعاء، ولا بديل للعالم إن أراد أن يحيا آمناً عن قتالهم والقضاء عليهم واستئصال فكرهم المتطرف والتصدي لفعلهم الإجرامي. فالفكر الذي يعبرون به الحدود متخفين ويستوطنون به البلاد في خلايا وجماعات نائمة، سرعان ما يتحول بأيد غادرة آثمة إلى قتل للأبرياء بدم بارد، وهدم لمظاهر الحضارة بجهل ظلمي أسود، ونشر للرعب والفزع بين الآمنين من العباد دون حق أو جريرة ذنب. إن الإرهاب إذا ترك حراً يسقط الدول واحدة تلو الأخرى،
ويروع العباد بالقتل والتعذيب كي يدفعهم لمغادرة بلادهم وهجرة أوطانهم بحثاً عن النجاة. الواحد بيبيع صار داره أو غراض بيته ما تتوجر بيته لما يعني بيع أولاده مشان إنه يوصل لهون وبرا. يعني الموت شان أهول. قلت يعني يا رب تجي قذيفة نروح نخلص من هالحياة. ليش صار بينا هيش؟ ليش هيش ترزلنا؟ ليش هيش صار يا ربي؟ يبيت الكذبة عم شوتي. بس إيش شاب كنتش دستين درناك. دمرونا. نهبونا. شتونا. ابن خالتي بحور. خدايا ما تشكي خلنا عن يدي كان ما بل ما لن ما تخرج بل ما نابيا ما خدينا فاندر يعني تركنا الوطن من يتعود على مكان أو يعيش بمكان فد 20 سنة عمر يعني يتمنى الموت ولا يترك بلده. ورغم أن الإرهاب قد جعل مصر في الآونة الأخيرة وجهة يقصدها وأرضا يسعى لاستيطانها ليعمل في أرجائها كل شر يفتت قوتها ويضعف شوكتها، إلا أن مصر قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية أعلنت منذ اللحظات الأولى عقب قيام ثورتي 25 من يناير 30 من يونيو أنها في حالة حرب ضد الإرهاب. بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. شبكات إرهابية تسللت عبر الأنفاق المظلمة خلال عام أسود من حكم الجماعة الإرهابية، وأوت إلى شعاب الجبال وشقوق الوديان كثعابين سامة أرادت الالتفاف لتمزيق أوصال مصر وتحقيق حلم الخلافة المزعومة. ويخطئ من يعتقد إمكانية المساس بأمن مصر قرة الله في الأرض. وعلى ذلك أقسم رجال القوات المسلحة والشرطة أن يزودوا عن ثراها المقدس. الغرب أن ينتبه لما يدور في العالم وخريطة التطرف التي تنمو وتزداد. هذه الخريطة ستمسكم لا محالة. دول ظلت لعشرات السنين تنعم بالأمن والاستقرار وتتمتع بالرفاهية والرخاء والازدهار، وجاء اليوم الذي لم يستثن فيه الإرهاب أحدا، ولم يفلت من غدره مجتمع ظن أنه آمن
أو محصن. لقد تفجر الإرهاب في كثير من دول العالم، واستشرى خطره حتى طال الدول العريقة في الحرية والديمقراطية. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. انتوا شايفين دلوقتي اللي احنا اتكلمنا فيه من سنتين ثلاثة، العالم كله بقى عامل ازاي، وكله النهاردة بيعاني وبيدفع ثمن عدم المواجهة الحقيقية للإرهاب. وهنا أدرك العالم حنكة مصر وحكمتها، وتيقن من صدق نيتها وعمق خبرتها وأهمية الأخذ برؤيتها في ضرورة المواجهة القوية والحازمة للإرهاب في شتى صوره وأشكاله. I want to turn as well to foreign policy very quickly. Meeting with you, met with President Sisi of Egypt. I heard from the Egyptian representatives that they were thrilled that you took the time that you did, the amount of time for that discussion, and they felt very strongly that it was a productive meeting. What from your view? Well, I thought it was very productive. He's the fantastic guy, took control of Egypt, and he really took control of it, and I thought it was a great meeting. We met for a long time, actually. We had a long meeting and got along. There was a good chemistry there. You know, when you have good chemistry with people, you're the king of that, and there was a very good chemistry, good feeling between us, and I really enjoyed that meeting. It was the other day, and I learned a lot, and perhaps he learned something, but I'll tell you, he took control of the country. He's gotten the terrorists out and, you know, wiped them out. And we talked about that. He took a very tough approach, much different than our approach, I can tell you. And he really did pretty much wipe them out, and you have no choice. They don't have the problem now. They were having a tremendous problem, as you know before, tremendous problem. So he's done a very good job, and we had a very respectful meeting. We need a president that shows the courage that Egypt's president al-Sisi did, a Muslim, when he called out the radical Islamic terrorists who are threatening the world. وبدا العالم في التحرك الجماعي لمواجهة الإرهاب في معاقله، واتخاذ الإجراءات الفعلية والفعالة لاجتثاث عناصره وتفكيك خلاياه وتدمير قدراته وإمكاناته. نايتي إنكازات. We will search for them everywhere, wherever they are hiding. We will find them in any spot on the planet, and we will punish them. أما في مصر، فتتواصل الحرب على الإرهاب بإرادة قوية واثقة في نصر الله، عن إيمان ويقين وعزيمة صلبة وعزم لا يلين. ويمضي رجال القوات المسلحة والشرطة قدما لكسر إرادة الإرهاب الأسود، بدك معاقله وتصفية عناصره. لقد ظل الشعب المصري بكل فئاته على قلب رجل واحد، فلم تفرق رصاصة الغدر بين قائد وجندي أو مسلم ومسيحي. إن تلك التحديات أعادت اكتشاف المعدن النبيل للمقاتل المصري بما يحوي من بطولات وتضحيات. احنا الحمد لله
خدنا حقنا وزيادة، ودي رابع إصابة ليا، وإن شاء الله هقوم على رجلي تاني وهرجع وهكمل تاني. ويصطف المصريون جميعا خلف القيادة السياسية كالبنيان المرصوص، يقهرون الباطل ويواجهون الأزمات وينطلقون لإعمار مصر وحل مشاكلها المتراكمة بفكر ثاقب وجهود خلاقة وآمال وطنية كبيرة وسط مناخ آمن ومستقر. ويبقى خيارنا الوحيد أن نقهر الإرهاب ونخطو فوق الصعاب لنبني مجد مصر. ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أيوة، هي حرب وجود محتاجة لتكاتف وفهم وبصيرة وتربية وقانون وإنتاج وصبر. حرب وجود تواجه بيها مخططات مش بتنتهي ولا هيختلف فيها غير أساليب اللي بينفذ واللي بيمول واللي بيقوي، ويبقى علينا الفهم والبصيرة طيبين علشان نقدر نكمل ونبنيها ونحميها ونحمي أجيال جاية. الرحمة للشهداء اللي راحوا، التحية للأفاضل اللي دفعوا حياتهم علشان نعيش أمنين وبلدنا تبقى طيبة. وقف عندي تعليق سيدة طيبة النهاردة اسمها مدام منى جورج، قالت لو كل السلاح ده كان مستني عيالي، ولو كل ولادي من الشرطة دول اللي خدوا كل الطلقات دي وهم مدربين وهم عارفين وهم مستعدين، أمال لو كان جه فينا كنا هنعمل إيه؟ الله يرحمهم بحق مدونة، الله يرحمهم بحق الحقيقة محمونة، الله يرحمهم بحق ما دافعوا عننا. وزي الصعايدة، زي الصعايدة ما بناخدش عزة لحد ما بناخد بالطار. تحياتي، ونكمل بعد الفاصل. حضراتكم مرة تانية. النهاردة في تاريخ الزمن 21 أكتوبر 2017، تاريخ ده في عمر الزمن بيقول بلادي رغم هزيمة 5 يونيو 1967 اللي فقدنا فيها 80% من قوتنا العسكرية، وافتكر عدوي وعدوك انه تمكن من ارضك وناسك للأبد، بلادي اديت له درس لا نسيه ولا حينساه، وكل شغله لحد النهاردة عليك علشان عارف انه مشكلته معاك عقيدتك وثباتك وقيمك. الحدوتة بتقول ايه؟ الحدوتة بتقول انه سنة 56 استلمت اسرائيل من بريطانيا مدمرتين بحريتين، سمت الاولى ايلات والتانية يافو، واشتركت ايلات في العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 29 اكتوبر، وافتكروا التاريخ. واشتركت في حرب 67 إيلات برضو، وبعد احتلال إسرائيل لسيناء افتكرت إنها ملكت زمام الأمور في مصر لحد يوم 21 أكتوبر 1967، يعني بعد هزيمة يونيو يجي ب4 شهور. اليوم ده انطلقت فيها المدمرة إيلات من العريش في سيناء المحتلة، ودخلت المية الإقليمية المصرية عند بورسعيد. تم تحذيرها لكن استهزأ طائمها بينا وبتحذرنا، مين انتوا يعني؟ ده احنا محتلين سينا، ده احنا هزمينكوا يعني. فتم توجيه الامر لقواتنا البحريه بالتعامل معاها بلانشين صواريخ مصريين. اللانش الاولاني يطلق صاروخ على المدمره ويصيبها بشكل مباشر، واللانش الثاني يلحقه بالصاروخ الثاني اللي كمل اغراقها على مسافه 11 ميل بحري شمال شرق بورسعيد. القتلى كانوا 47 اسرائيلي، والمصابين كانوا 91 إسرائيلي، والمدمرة اللي بتمثل نص قوة مدمرات إسرائيل يا حرام غرقت في مية بورسعيد قدام عيون الإسرائيليين بعد 4 شهور من هزيمة يونيو اللي افتكروها آخر المعارك. ده التاريخ، وتعالى شوفوا فيلم من صناعتهم وشوف
قالوا إيه. التاريخ اللي بقى من يومها يوم القوات البحرية المصرية اللي سجلت من اليوم ده رقم قياسي في الحروب البحرية، لأنها الأول مرة بيدمر فيها لانشات صغيرة مدمرة ضخمة بصواريخ بحر بحر.
ده التاريخ اللي اختارته بلادي في ذكراه الخمسين السنة دي لرفع أعلام مصر فوق أحدث 4 قطع بحرية وصلت مصر وبتحدث بيها قواتها البحرية باتنين حاملة طائرات راز مستيرال، واحدة منهم جمال عبد الناصر والتانية السادات بغواصات ألماني ومدمرات فرنسية، لانشات صواريخ، لانشات حماية. ده التاريخ اللي بيقول لك سلاحك مهم وترتيبك السادس بين القوات البحرية على مستوى العالم برضو مهم، بس الأهم عقيدتك يا مصري اللي هي سبب أساسي في كل اللي بنعيشه، عقيدتك سبب خوفهم وقلقهم، بتحارب بتنتصر مهما كانت تحدياتك طول ما وعيك صاحي وذهنك قادر على فهم الصورة، طول ما قيمك ثابتة، عقيدتك سند لعلمك، إياك تبطل تحميه وتحمي علمك. تحيا مصر ورجالتها وعقيدتهم إلى أبد الآبدين. أيوة هم في رباط إلى يوم الدين. الحقيقة يعني ما عنديش كلام تاني. زمايلي في الكنترول كانوا بيقولوا لي هي ده غير المدمر، غير فيلم الطريق لإيلات. الحقيقة علشان التاريخ، وإحنا قلناها قبل كده من سنتين، التاريخ بيقول إن المدمرة إيلات ده في 21 أكتوبر 67، لكن فيلم الطريق إلى إيلات أخذ محاولة واحدة هي يوم 14 ليلة، يوم 14 ليلة 15 مايو اللي تم فيها تدمير رصيف إيلات، كمين بحري إسرائيلي عسكري، وده تم على مرتين، تم في 69 وما نجحناش فيها غير إن إحنا نوقع بيت شيفع وبيت يم السفينتين الكبار، ورجعنا تاني في بعدها بعد 69 يعني بعد كام شهر في 14 وليلة 15 يوم 14 مايو ليلة 15 مايو ورجع 1970 ودمرنا رصيف إيلات العسكري. علشان تعرف إن رجالتك لما بيحطوا هنا هو حاجة ما بيتنزلوش عنها، هينفذوها، يعني هينفذوها حتى لو طال الظهر. لا بيهمنا صهيون ولا بيهمنا إخوان، وعلشان كده لازم تضحك على بيان الإخوان اللي مطلعينه النهاردة وبيقولوا إن السبب اللي حصل في الواحات هو الحقيقة خروج الجيش من سكناته. الحقيقة إن لم تستحي فقل وافعل ما شئت، لكن أكيد لينا يوم حساب والحساب يجمع. تحياتي يا طيبين، اثبتوا واصبروا، وإن غدا لناظره لقريب. والطيبين عمرهم ما بيفقدوا الأمل، لأن الأمل ده هو سندهم في الحياة مهما دائت أبواب الدنيا علينا، عارفين إن ربنا بيبتلينا على قدر إيماننا وعلى قدر ما نمتلكه من ثبات. وإن كان الموت مكتوب، إن كان الموت جاي جاي ومقدر من قبل حتى ما نتولد، يبقى نموت رجالة. علمني أبويا كده، الرجولة مش نوع، الرجولة صفة. تحياتي، ونتقابل الأسبوع الجاي ومصر كلها خير. Thank you.